في خطوة فريدة من نوعها على مستوى المملكة، المعلم الدكتور إسحاق عيال سلمان وبجهد شخصي تمكن من جمع وترميم ما يزيد عن 24 ألف وثيقة قديمة تتعلق بمدارس الطفيلة بشكل عام ومدرسة بصيرة بشكل خاص. بدأت بفكرة دار الوثائق أو المتحف الموجود أمامكم عام 2004 ميلادي، عندما قمت بالترميم وتصنيف وعنونة الوثائق والسجلات التي ترجع لمدرسة بصيرة الثانوية التي هي من أقدم المدارس الموجودة في محافظة طفيلة، وأيضا قمت بجلب وترميم وتصنيف الوثائق الموجودة في المدارس الأخرى مثل مدرسة ضانة ومدرسة عيمة وصنفحة ومدرسة طفيلة. أيضا هنالك وثائق أخرى ترجع للمدرسة، وثائق شرعية للمحاكم الشرعية. أقدم الوثائق المدرسية التي وجدتها عام 1925 و 1926. بقية الوثائق تتحدث عن العلامات، علامات الطلبة، سجل علامات، سجل الموظفين، المعلمين، أيضا سجلات تتحدث عن الأثاث، عن الحديقة المدرسية، عن المختبرات والمكتبة وأبنية المدرسة، رغم قلة الإمكانيات التي حصلت عليها، إذ أن هذه الغرفة صغيرة جدا لا تكفي ل 24 ألف وثيقة، لأن هذه دار وثائق تحتوي على 24 ألف وثيقة لمدرسية وغير مدرسية. الغاية الرئيسية من هذا المتحف وهذا دار الوثائق لحفظ هذه الوثائق. هذه الوثائق مهمة جدا ويجب أن يتم حفظها في أمكنة مناسبة، يجب أن يكون تصوير لها بالمايكروفيلم الإلكتروني، وهذا يعني حاولت أن أستعين بدائرة المكتبة الوطنية بمركز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية، ولكن للأسف لم يتم استجابة.